شوفوا يا جماعة الخير، من الأشياء الجميلة عند أبو علي الله يسعده ويرفع قدره ويبيض وجهه في الدنيا والآخرة، التعامل الراقي. لكن مو معي أنا، يمكن يجاملني ويجامل أبو، التعامل الراقي مع عماله، العمال اللي عنده شغالين. آخر عامل جاك متى جاء وش صار له الآن؟ هذا العامل الخاص طبعا اسمه، سميناه حنا نور، كان اسمه هذا الاسماء. نعم. سميناه اسم نور وحنا وياه اخترناه. ليه غيرت الاسم؟ هو حاب يغير اسمه، صعب شوي وله معنى ما هو حلو. يعني حتى مثلا طلعنا احنا وياه ولا رحنا لنادينا احنا ما نبيه، يعني نبيه يصير مثلنا. الان الحمد لله له تقريبا جاي عندنا 6 شهور، الاسبوع اللي راح اعلن اسلامه الحمد لله. اعلن اسلامه؟ على الاسلام. ليه اعلن اسلامه؟ وش شاف يا ابو علي؟ والله شاف الزملاء، تعامل الزملاء معه، ناخذه معنا بالطلعات، وما شاء الله الزملاء معي كل واحد يعامله كانه اخوه، ما في فارق بيننا احنا وياه. حتى طبعا قبل اسلامه لكن معنا كل شيء، معنا اي شيء احنا نستخدمه نعطيه اياه، والجلسه معنا وكل شيء. والحمد لله يعني آخر مرة أنا طالع قبل 3 أيام هو اللي أذن بنا للصلاة. يا سلام. أي والله. هذا يا جماعة خير من 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 خلال التعامل الراقي، يعني مجرد تعاملوا معه بشكل جميل، الرجل رغب. وش هالناس اللي عندهم هالتعامل؟ وش هالدين اللي خلاهم بهالجمال؟ لازم أدخل فيه، فدخل في الإسلام وقبل 3 أيام يؤذن. فالله يسعدك. الله يجزاك خير يا أخي. حنا نحبك أنت وأبو عبد الله، حتى أستغرب شلون تمشون في الشارع. صحيح، شلون تمشون في الشارع؟ الله يرفع قدرك. عليهم خطر يخطفون. عسل يمشي، ذهب يمشي، شوف أي شيء وصف يجي أحد ما يدري يحس منه ذهب. في ناس من البشر إذا تعاملت معهم، البيئة اللي أنت معه بيئة تجذب، زي ما قلت عسل، يجون الناس عليه كله. أنا أظن هالشخص هذا الرجال الطيب، إحنا تعاملنا بس معه 2 أو 3 أيام، حقيقة مثال للخلق الجميل، فما بالك العمال اللي معه 24 ساعة ويناظر. بيئة العمل ستكون جميلة ومنتجة، واللي مو مسلم سيسلم، واللي مسلم سيأخذ فكرة جميلة عنه. ولهذا دائما في المدرسة، في الوظيفة، في العمل، إذا كانت بيئة عملك بيئة جميلة تتمسك فيها ولا يمكن. ولهذا احنا المعلمين نلقى نجد زملاء في مدارس ل 15 سنة 20 سنة. ليش جالس 15 سنة؟ والمعلم من أيسر الناس في النقل، يعني يطلب نقل خارج أو داخل. وأيضا بعض الموظفين وبعض العمال في يقول أنا لي 20 سنة 25. ليش؟ لأن المكان جميل. وإذا كان رأس الهرم رجل، ولهذا خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس ألطفهم للناس. وهذا بيئة يا أخي. بعض الناس يفرح يروح المكان والله لا هو زين ولا هو نظيف ولا هو مرتب، بس الرجال اللي يستقبلك فيه بهالحجاج الطيب وهالابتسامه الزينه اللي صورها لنا ابو عبد المحسن تو بدايه البرنامج، مع الرجال يا اخي تتعنى وتمشي مئات الكيلوات عشان تصل لهالاشخاص اللي مثل هذا. الله يجعلنا واياكم.